تعتمد الفنانة التشكيلية المغربية فتيحة بن طلحة أسلوبا فنيا صديقا للبيئة، فهي لا تستخدم الأدوات المتعارف عليها في الرسم، وإنما تعمل على تدوير النفايات الصلبة وخصوصا مخلفات الشواطئ لتصنع منها لوحات فنية وأشكال إبداعية. بين فتيحة والبحر حكاية عشق كما تقول، أثمرت إبداعا تحول من خلاله القبح والنفايات إلى قطع فنية. منذ صغرها اعتادت جمع مخلفات المصطافين وما يلفظه البحر على الشاطئ وبين الصخور لتصنع منها لاحقا دما ولوحات فنية. حوالي 10 ملايين طن من النفايات البلاستيكية تصل أعماق البحار والمحيطات سنوياً، وتقتل الأسماك والطيور والكائنات البحرية التي تغذي حوالي 3 مليارات شخص في العالم. تحدي بيئي آمنت فتيحة بإمكان مواجهته عبر تحويل النفايات إلى إبداع فني. في مرسمها تخوض رحلة الإبداع، قد تقضي ساعات طويلة وبدقة متناهية في تركيب قطع عملها الفني، فتمتزج الألوان بخطوط ريشتها ببقايا الأشياء. الرسالة ديالي من خلال الفني هو أن أكون جيل بيئي يهتم بالمحافظة على البيئة بشكل فني وإبداعي، في يعني باستغلال الألوان والأشكال الموجودة في النفايات الصلبة وإعادة تدويرها على شكل على أشكال إبداعية. درست فتيحة الفن التشكيلي ووظفته في العمل على حماية البيئة عبر تدوير نفايات البحر، رسالة تحرص على إيصالها للأطفال والشبان في عملها كمدرسة فن تشكيلي وعبر ورش فنية في المدارس والفضاء العام. اللي فهمت منها انا داكشي الازبال اللي سنرميو بالنسبه للقراعي النفايات هكا، نقدروا غير حنا في المنزل ديالنا نصنعوا منهم بزاف، يعني واحد اللوحات التشكيليه فنيه اللي هما زويونين بحال اللي عملت السيده. انا صراحه والله الا عجبني هذا الشيء واستفدت منه بزاف ديال الحوايج. مهارات فتيحة بن طلحة الفنية دونت أسرارها في كتاب فن التدوير الموجه للشبان والأطفال. الهدف الأساسي يعني من هذا الفن هو أنه كيحافظنا على بيئة سليمة. رسائل تربوية يعني في كل لوحات الأستاذة، يعني تمنح الأشياء المتلاشية والأشياء التي انتهت صلاحيتها تمنحها حياة أخرى وتصبح هذه الأشياء تنبض بالحياة، وبالتالي فليس هناك شيء يمكن الاستغناء عنه. العالم بعد كورونا، نساء كادحات، مشاهد من أحداث تاريخية هي أيضا موضوعات بعض لوحاتها، حيث تحولت قطع لم تكن ذات قيمة تذكر إلى قطع فنية تمثل اتجاها يجمع بين الإبداع والجمال والالتزام بقضايا البيئة. فاطمة بوغنبور، الحرة، الرباط.